انا واش قلت؟ قلت خذيت موقف ونعرفكم باللي رجال، وقلت نتحموا كاع ونهدموا هذه الزاويه والدربوكه هذيك اللي جابها نيس عيداني نرميوها ونعاودوا نحطوا البتيه. واش رايكم؟ اسمح لي برك تحفظ صغار، شكيت لو كان نهدموا الزاويه حرام شويه نو؟ حرام؟ انت تعرف حرام انت؟ وانت اللي تشك بيت مقلي خابط. صاحبي كنت تخبط باش كنت شاك الانسان يخبط على ضلال وما على بالش واش كان رمضان ولا ماشي رمضان. خلاص خلاص طلعوا المستوى طلعوا. حنايا الاستاذ دحمان حنا ما راناش ضد زوي، زوي عندهم تاريخ، عندهم ناسهم، داخلين في التقاليد تاعنا، صح ولا ماشي صح؟ صح. صح حنا ضد تسييس الزاويه. وني داكور ولا لا؟ داكور. جماعه اللي راهم عاير في يدو باش نهدموا الزاويه. صحيتو. السلام عليكم. سلام. سلام. ايوا مدام راكم اللي هنا كل حبيت نقول لكم باللي جاب ربي شويه مكتوب من الزاويه هذه البركه تاع الزاويه، والمكتوب هذا حبيت نرشكم به، كل واحد نعطيه مكتوبه. رشكم به، هذو عندنا مواقف حنا، هضروا معاه هضروا معاه، شريني انت بالصرف تاعك، روح روح. معليش، مواقف راه ماهيش مواقف، اللي بغى مكتوبه من الدولار يلحقني. دولار دخلني انت. يا جماعه، أيا نهدموا الزاويه. هيا. مالهم هذو؟ والله ما حق عليكم يا يا خداعين. تعرف بكم انتم الزوج كي ما رحتوش، ما يشريكمش بالدولار. دولار؟ ارواحوا. صح راهو شويه برك. البلاد راحت فيها، راحت فيها. وزيد كاين اللي قال لك باللي علاش المخابرات ما يوليوش كيما من قبل ويكونتروليو الباك كيما كانوا يديروا من قبل. مليحه. هذا واش قص ماشي كنتو تقولوا باللي لازم دوله مدنيه. ها سيدي على تخلطوا الامور، السياسي في بلاصتو، العسكر في بلاصتو، والمخابرات في بلاصتها، تخلطوا الناس. راكم تسجلوا يا جماعه في هذه يا اخي. ها كوبي كوبي هذه ما تفوتهاش. وزيد نقول لك هاد الدربوكه هذه اللي جابها لي سعيد هاني بار برانسيب ما نخبطش فيها، ما نديرش فيها كونفيونس. ولا دير لي كاش ميكرو ولا يا محينك. نجي نهضر لهيه نقدم لهيه. بسم الله. الجمهور الكريم صحيت وصحة فطوركم وصحة رمضانكم، نرحب بكم في ناس السطح. كما راكم تشوفوا السطح تاعنا راهو فارغ. قلت لك كل باليسار ما تاكلش باليمين. صح نقدر نقعد من هي. اجلس تفضل. صحيت الويزا، اهلا للويزا النون رئيسة حزب العمال، شكون هذا اللي جبتيه معاك؟ هذا الطبقة الكادحة. بصح من ذاك العام انت كادح شيخ. وهذا هي الفاكهه، الفاكهه جبتيها لي هذه. هذه الفاكهه جبتها على اساس السطح صديقي. اساس واش بلا اساس السطح يا اخي راح يا اخي جابوا واحد اخر قال لك هذا جديد يطرطق يطرطق. على كل حال مرحبا بك الاستاذه الويزا انون، عندنا بزاف ما شفناكش في السطح. انا راني متلقى الصحافه، واصلا راني في العداله مع ذاك الصحافي اللي خدمت هذيك القناه اللي مانيش حتى قادر نسميها. صح 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 وجاي صورها جاي صورها انا ما خليتوش. امشي منا امشي منا ما تصورهاش امشي منا. لا يدك. انا عيني مغمضين بس حنشوف. شفتك ولا غير شفتك؟ انت باين فاشل على بالك. بل هكذا الاستاذ ابصى العداله ما حبيتش تروح يا شيخ في القضيه تاع وزير الثقافه السابقه نادي العبيدي اللي تهمتيها مسكينه، ما حبيتيش تنحي الحصانه، ديري كيما تحبيتي. ها هي من الدور كيما تهمتيها جاب ربي اللي تهموك. هذيك العداله هذيك راكي هكذا شن شفتوها يا شيخه؟ انا نامن بالعداله، بالعداله الجزائريه المستقله. صح صح احنا عندنا وقت من استقلينا، عندنا وقت بزاف من استقلينا والله كيما احنا جمعت اليسار ليس جمعت اليمين. ما نقدرش انا نوصل حتى فما شوف يا هذا والله خير. كل باليسار انت هذيك ما تسمعش كل باليسار. بلا العداله المستقله الشيخ. ضحكتيني على بالك، على بالك كان غير في بلادنا غير في السطح تاعنا اللي العداله مثلا تحكم على واحد ويقال له يخرج عليه بلي يلقي القبض عليه، يلقي القبض عليه في عفوا ويهضروا عليه في التلفزه العموميه، ومن بعد كي يدخل يستقبلوه بالتشريفات وما نقولوش اسمه، هذا لافير ما يسمعوش بها بزاف، نقولوا برك اسمه يبدا بالشين شين ويخلص بالايل شيل. اسمع مليح يا بحليط، هاد القضيه اللي راك تحكي عليها راك تحكي على قضيه شكيب خليل. انا بالنسبه لي لا هدف، راك تسمع ومازالني في المواقف توعي وشاده في المبادئ توعي. انا من جماعه اللي عصار هذا اليمنى ما نحكمهاش كامل، ما نخدمش كامل باليمنى. راك تسمع فيا ولا لا؟ والله عادي نفسك تغني باليمين. هاكي تغني باليمين. هاكي تغني باليمين. عفوا عفوا عفوا. هاو انت حبه وانت حبه. حب حب ارفد باليح صار. بصح شيخ على بالك انتم الحزب الوحيد تروتسكي في العالم اللي يهضر على الجيش.
اي لا مو دركا اللي يجي يهضر على الجيش لا فلان المعارضه لا راكم نتوما تهضروا خليه يخدموا خدمتهم كوم سيرهم دايرين في نمزيه هذا الواجب تاعهم نو شوف بحليطو ما عندكش الحق تهضر هاد الكلام خاطر انا نهار اللي مولود شرفي ابعث لكم انذار انا ساندكم خلاص كان منها دافعت علينا بصح ما ديريش من الحكايه شيخه الله يسترك والله سخفت على حبه المشمش هذه برك ناكلها عايش يا ولحي يدك انا برك اللي ناكل باليمين نتوما تجمع تاكلوا غير بالعصا انا عرفت انت تاكل اذا كليتي ناكل وانا ما كلينا والو والله ما زدناك معاك والله نخليهم يصوروك هكذاك والله يصوروك مسكين غاضر على اسمع انت راك في حقك على بالك ما يكلخولكش هادو اي والله يا تاكل باليمين عباك واش معناتها اليسار كيقول اليسار اليسار معناتها حزب معارض يا محينك حزب اللي يضرب على العداله الاجتماعيه على حقوق العمال حزب اللي ضد الكابيتاليزم افوغل اللي يتحكم في سياسه البلاد ضد هادو ضد يعني المال اللي يتحكم في السياسه تاع البلاد ضد الامور هادو مش كيما هادو هادو ياكلوا مع السلطان بعد يحوسوا على هذه الاجتماعيه هذا واش يسموهم يسموهم لا غوش كافيار تعرف شنو كافيار فهمت كافيار تعرفوا لا تا اسكت اسكت المشمش تماما اللي توش تعوز على الكافيار كمل هكذا راك عاجبني على بالك شيخه هذا دوك يروح مع دوك الحزب سمعنا بلي داروا حزب سماوه انقاذ حزب العمال دوك يروح معاهم دوك راه مع انقاذ تاع الحزب هذوك تاع مليح يا بحليط ما نسمح لكش تخلط لي في الحزب انت ما راكش منظم معانا راك معايا وزيد هذا احد الاوفياء اللي راهم معايا في الحزب وانا ما نخرجش من الحزب حتى يموت الحزب راك تسمع فيا لا خلاص هذا صي هذا ضر عليك طب طب والله راه الحزب تاعك انا والله ما نزيد ندور توالو خلاص والله ما والله ما نزيد نجيك خلاص والله ما استغفر ربي والله ما ما تحشمش العتروساتك شويه فاكيه ها كاش نهار جات لك المصنع تفقدت حاله العمال اللي عندهم لاسيرونس ولا ما عندهمش لا يخلصوا مليح ولا ما يخلصوش ها نزيد نقول لك يا لويزا انون انت يا خلاص انت راه غير مرغوب فيك في السطح راك غلط في حساباتك انا هاد السطح نعرفو مليح مليح وفي ديجارة راني هضرت مع السلال في الهاتف لمدة 15 دقيقة وقال لي مرحبا بك في السطح سلال قال لك هكذا يا بابا كلب الكلب تاع سيداني يا بابا لويزا روحي روحي جا على جالك روحي يا انا ما نخافش سيداني ونقابلو بوجهي روح انت معايا نقابلو ونحطو في بلاصتو يا بابا يا روح يا بابا يا لويزا يا لويزا الكلب هنا يا حنك يا بابا روح دندن وانا اعود باش اضراب ولا قديمه تاع على كل حال الاساتذه ماشي كاع مسقمين كان اللي داخلين في الغش كان اللي داخلين في هذاك تاع البكالوريوس تاع المطبعه التسريبات على كل حال الجندارم قال لك بلي راه محكموا واحد 15 واحد راه يحقوا معاهم لي ظافر هذه كل ما عندي ما دخلني فيها انا مع الاساتذه اللي عندهم الحق في لي بوست تاعهم بوان مليحه اخبار هي اخبار لابا مع لا في ميناء ومن لابا نبداو بالصين الصين اللي حرمت على المسلمين يصوموا شهر رمضان وامرت بفتح المطاعم والمحلات في شهر الصيام والقيام مليحه دونك حنا ثاني كنحرموا عليهم اكل القطط لا حاجه سيتوهم بالشر شيخ كملي كملي وفي نيس في نيس كاين واحد لا سيرفوز تونسيه حاكموها دقي دقوها بالضرب مسودة السعد مسكينه طلع على واه علاه على خاطرها تخدم مسكينه خبزتها هذاك ما كتب ربي في ريستورون يسربي فيه الخمور مليح ياك راهي في فرنسا راهي في فرنسا ولا راهي في السعوديه بدي تدير القانون في بلاد الناس والله كملي ولا فيديو تتوانسه توجور اللي دايره البوز في لي ريزو سوسيو ما شتيهاش رايهم حول شهر رمضان عمر راسك يا مواطن اي سمعت بها سمعت كان اللي يقول لهم فرض كان اللي يقول لهم سنه راحوا فيها التوانسه رحتوا فيها انا مباشره من ارض تونس الشقيقه رانا هنايا باش نشوفوا اسكو لا فيديو اللي تحطت في الانترنت وين توري التوانسه ما يعرفوش التربيه الاسلاميه ما يعرفوش الدين بيا شرتو رمضان سقسيو الغاشي اسكو صح ولا خرطيه هذيك لا فيديو شوفوا واحد هذا الاخت صالو اختي صافا السلام عليكم اي مرحبا يا خويا مرحبا مرحبا واش راك يعني في رمضان رمضان جارنا جاركم لا على بال رمضان شهر تاع نقول ريستورون اي 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 فهمتك خويا رمضان شوال العيد فوالا واش رايك يعني انت اسكو سنه ولا فرض اي رمضان فرض فوالا طربي خاتم سليمان ما ربحتي والو فرض جايب بصح باسكو كل عام كيما يديسيديو ساو ديني يديرو فرض تي بكل روح رياضي اسكو تصومي ولا ما تصوميش حقيقه
انا في شهر رمضان نصبح بكري نشبح حليب كريم من بعد نصوم 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 حتى نشق الفتره بريكه. طيب يوسف غير الكرام تعرف نورمال نورمال ديك الصحه تقول يا اختي يعطيك الصحه. ايش نشق الفتره معايا؟ هذاك ما على بالي روح. اي مرحبا. بالك جوناظ ما يعرفوش بيان دي نشوفوا واحد كبير في العمر نشوفوا كاش واحد هنايا باغ اكزومبل. الشيخ السلام عليكم. مرحبا خويا. واش راك يعني في رمضان شهر رمضان؟ بيه بيه رمضان مليح فهمت. الانسان يختبر قدراته يختبر يعني ايمانه القوي ويجوع يتمرن فهمت. انت راك تصوم الحاج باين عيان اللي نصوم يا خويا يعني على عام جيعان يا خويا نقتل روحي فهمت. ليه ما نصومش؟ عندك الحق الشيخ ويقولوا القبائل بالك يقولوا مام القبائل اللي راهم ياكلوا رمضان في تونس. يعطيك الصحة الحاج. مرحبا. سقسيك برك لي ريستورون هنا مفتوح. ريستورون كاين مرحبا بخويا الجزيري تفضل. ريستورون تاكل عود ولا شنو شكون فيه؟ أي الزوال يايا أي الآخر ما يلحقش أيا الشواء. مرقز. الشواء. كبدة. الشواء. دوارة. واش من الدوارة تخص بينا تشوف الدوارة تبسخر بالناس احنا منافقين ولا واش من جدك؟ عاود عاود. أي عاود الشواء. كبدة. الشواء. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا لطيف يا لطيف شكون؟ دور 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 عمر راك ما شفتوش. هذا تاع التلفاز هذا زامط هذا. ودي ما نجي عليكم الشوا. عيشي. على بركة الله. بعد سحر. شحال مطرق؟ 4000. هيا عطيني عطيني واحد. ايه سربي له سربي له. اخويا هذا كذا شوية ديركت؟ هذا تاع له البارح. ما شوية ديركت فري؟ هذا ما تيكونجلي هذا فري اضرب ولا خليه. وي شو هذا بلاستيك؟ يا بياسر بلاستيك يا اخي بغالي يا اخي انت واش اللحم يدير 4000 بلاستيك يا اخي بالو لي اوه ترجعوا عباد الله والله غير كشفتكم ارواح ارواح علاش ديك الشوبه يا اخي بالو لي الشعب هذا ياكل كلش في رمضان الكرتون ياكلوا غير الهاج غير الهاج واش طيبنا له الخطا اللي فات قول له لعب تاع الشادي لعب تاع الشادي ولا ارتاح عليك لعب الشادي واحد الشادي يا ربي يا ربي كشفهم ارواح بلاستيك خلاص 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 ايه قول له قول له ارواح دخل بيع معنا خلاص دخل معاكم شريك؟ هيا يا ربي بيع لهم بلاستيك. والبرسنتاج كيفاه؟ البرسنتاج 1% احنا الباقي ندوه. هيا ساعة خاطر. هيا ساعة، هيا عاود معايا. شواء. مرقز. كفتة. شواء. دوارة. كريت على الكبش. كريت على الكبش خسبين انا راسها تا والديك. وراك تشوف كريت على الكبش هنايا. هيا اسمحني نعاود وياه. هيا حفظ ولا طبطب على هيا مشي عاود. راح. شواء. مرقز. لسان تاع الكبش. استغفر الله يا مبالغ خليني نضل دخل راسه وبالغ. خليني نضل ما نطلقوا. فين راسها تا والديك. ولا البلاستيك يا معينك. مرحبا بكم اوانيسي سادتي راكو توجور مع رضا سيتي ساز في ليميسيون تاعكم غير القريفه غير القريفه. شتو لي طوب دي طوب تاع لي كليب شتو معنا الشاب خالد شتو بلال صغير شتو تاني لو ديو القبيح كاع تاع امينه محمد عاشوري شتو لو تيب لاني تاع روكي البزنازي سي لامور سي لامور غير القريفه تروح غير البلاي ستوب غير الطوب. اليوم رانا كيما لا توريفال اون فاس اللاك تاع بيرلا اوانيسي سادتي. وين بيرلا وين بيرلا يا كذاب وين بيرلا؟ ها وهذه شني ها انا فين مزيله ها انا فين مزيله في الدوره تاع ابو سعاده تكذب على الناس ما تعجبش. اولا سي سادتي راكم تشوفوا الناس تاع الالمان يحبونا بزاف مالغري ما يفهموناش بصح يموتوا على ليميسيون غير القريفه غير القريفه. حبيبي حبسو سو يا سو حبيبي حبسو حبيبي على الشمع منين نجيب له الشمع سوه يا سوه. أواني سي سادتي اونيكسليزيفيتي معنا لو كرون شونتور ايجيبسيان محمد عبد الوهاب. واش قلنا على الببليك تاعك؟ لا انا محمد منير هو محمد عبد الوهاب اصله مات ايبس زي ما تقولوا انتم ايبس حب يقول شبع موته شبع موته. اوانيسي سادتي سوه يا سوه حبيبي حبسو حبيبي عاوز زطله بدينا قبل الزطله. اوانيسي سادتي ما نطولوش عليكم خليكم مع الكليب حاول حاول حا وتشوفوا الحكايه والكوليس تاع تورناج اقعدوا معنا ما تزابيوش. لا كي تبكي لا كي تبكي لا خيي جمال دقدقي ما رفدش عليا التليفون. وانت يا ماخي؟ انا تاني ما رفدش عليا التليفون. دوك ندبر راسي مع جمال دقدقي دقدقي العول وي العول وي هاني منا ياك تلتزين واش عاوز عندي دكا واش عاوزو واش عاوزو انا البلاد ما عليا هكذا انايا على ما رفدش عليها التليفون دقدقي خويا. اما انا رفدش انا ما سحقهاش اختك هذه ما سحقهاش اختيني. على ما تحشمش الحول علاه؟ انتوما مرضى انتوما تعاوزوا تهبلوني. دقدقي قيمنا دقدقي. يفتح الزين. سما ما كنتش خاطيني. بلع فمك الحول. هيا هيا هيا. هيني يا ضربني حولني. حولني انا ثاني. خليني ثاني حولني.
اما الحول حول 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 واش عميت عيونه 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 واش عميت دقيقي حول 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 واش عميت سي ساداتي رانا في محلات فيرساتشي غير القريفه وين ساداتي راكم تشوفوا معنا صبابط غير القريفه من 39 حتى 50 البس يا مواطن ارخى ايداش عاوز اللوبيا منين اجيب له اللوبيا هي سو حبيبي حبس اون اكسكلوزيفيتي معنا العندليب الاحمر هاني شاكر واش تقول البيبليك تاعك يا عندليب العندليب هو العندليب برضو مات انا محمد منير اوكي دوك ندير برونشي وهواني سي ساداتي شوفوا سيب سيب ايدي ما اقدرش اغني سيب سو يس سيب ايدي راح تريا بعيد راح حبيبي حبيبي اواني سي ساداتي نخليكم مع الكليب تاع قاديرو اي ماي 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 مي اقعدوا معنا ما تزابيوش يا ربي ان شاء الله ما يكون خرج من اللي يكون بختوت يا ربي يا ربي تكون ما خرجش من اللي يكون اروح خويا خويا بختوت اللي تقرا معاك ما خرجتش من ليكول لا لا هي حمارة رياضية تقلتها وسالتي في المدرسة ديال الاستدراك بختوت صباح الخير قدير صباح الخير بختوت صاي قالت لي صباح الخير راهي تبغيني يجعل ربي ما يكونوش خرجوا من الجامعة والله لا بختوت وحشت هس هاي ماما بختوت هذا يقرا معاك في الجامعة لا لا هذا وليدي بختوت انت متزوجة عندي 4 سنين ملي تزوجت وانا كيفاه بختوت انا واش بيني وبينك وقلتي لي صباح الخير عندها 20 عام ايه برك حسيتك تحبيني حبيتك بنية لكن غدرتيني ولعبتي بيا ايه ماما يا ماي بختوت راكي صغيرة هسي هيا خلاص قديرو عطني 5000 نحكي من البيوس شوا 5000 طمعي فيا هوك فيا الفاني ولا عجبوك عينيا ماني انسان غني ما طمعي فيا ايه ماما ماي 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 طريرك شوفونا الكريم وصلنا لافان تاع ليميسيون تاعكم غير الكريفا جيسبر الكليب تاعنا عجبوكم بزاف كنتو مع لاستار تاع الانيماسيون رضا سيتي ساز والان خلوكم اون اكسكلوزيفيتي مع الشونتور تاعكم مصطفى قمر اتهلاو يا رضا انا مش مصطفى قمر يا رضا ده انا محمد منير فوق ايدي انا ما اقدرش اغني كده يا رضا يا رضا من فضلك هلا اقدر سوه يا سوه حبيبي حبسوه حبيبي عاوز كلبة ابنين اجيب له كلبة